مسؤول بلدية المحلة تعاقدوا مع محمد مكي لقيادة صفوف الفريق خلال الثلاث مباريات المتبقية بالدوري مع استكمال الموسم المقبل، وده بعد المباريات السيئة التي قدمها الفريق تحت قيادة المدير الفني أحمد الكشري اللي قاد بلدية المحلة في ست جولات ولم ينجح في تحقيق الفوز في أي لقاء. لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أعلنت عن تجديد عقد طارق مصطفى المدير الفني لفريق الموسمين القادمين، وده بعد النتائج الإيجابية اللي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية. منتخب مصر لناشئي الإسكواش توج ببطولة العالم اللي أقيمت في نادي هيستون للإسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 18 ل 23 يوليو الجاري، وتغلب المنتخب الوطني في المباراة النهائية على كوريا بالنتيجة 2-0. منتخب رجال كرة اليد بقيادة مدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور فاز على منتخب اليابان ودياً بنتيجة 32-26 في البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 اللي هتقام في الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل. فريق فنربخشة التركي فاز على نادي لوغانو السويسري بنتيجة 4-3 بعد تسجيل إيدن هاتريك في المباراة اللي جمعتهم على ملعب السوتو كوهرن في سويسرا، وده ضمن ذهاب الجولة التأهيلية الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. بعثت نادي ليفربول اللي بيلعب بين صفوف الدوري المصري محمد صلاح غادرت انجلترا امبارح متوجهة الى الولايات المتحدة الامريكية لبدء الجولة التحضيرية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.